وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا إله إلا أنت عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله إني أحبك والله إني أحبك ولكن حبي لنفسي أعظم أنا أحبك ولكنني أحب نفسي أكثر قال لا يا عمر les femmes les hommes qui sont encore en puissance d'aider les personnes âgées les gens qui sont en difficulté قدمتم أيها الحجاج أهلا ووطئتم سهلا مرحبا بكم في هذا الوادي المقدس وبين جنبات البيت العتيق أول بيت وضع للناس حج إليه الأنبياء واستقبل أوائل الوحي من السماء وخطر جبرائيل بين أفيائه وتنزل القرآن الكريم على سامق جباله وانطلقت منه بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وربى نبينا عليه السلام أبر وأصدق رجاله بيت بناه الخليل إبراهيم عليه السلام وحجه الأنبياء على تباعد العصور وترادف الأعوام زمزم والمقام والحجر والصفا والمروة والجبال والأودية والشعاب كلها شواهد على تصارع الحق والباطل ومغالبة الهدى والضلال حتى بزغ النور وعم ضياه الخافقين فعلى هذه الربا تغسل الخطايا ويعود الحاج نقيا كما ولدته أمه وليس مكان في الدنيا له ميزة كهذا المكان فاقدروا للبيت حرمته ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ويبيت بمزدلفة تلك الليلة ويصلي بها الفجر ويكثر من ذكر الله تعالى ومن الدعاء حتى يسفر جدا ثم ينصرف إلى منى قبيل طلوع الشمس ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل ويتحقق ذلك بغروب القمر فإذا وصل الحاج إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة
ثم ينحر الهدي إن كان عليه هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، ثم يتوجه للبيت الحرام إن تيسر له يوم العيد وإلا بعده، فيطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، فإن كان قارناً أو مفرداً وقد سعى قبل الحج بعد طواف القدوم فيكفيه سعيه ذلك، ومن قدم شيئاً أو أخر شيئاً من أعمال يوم النحر فلا حرج عليه. ويعود إلى منى ويبيت بها ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمار الثلاث في كل يوم بعد زوال الشمس، ثم إن شاء تعجل في يومين، وإن شاء تأخر لليوم الثالث عشر، والتأخر أفضل، ثم لا يبقى عليه إلا طواف الوداع عندما يريد السفر من مكة. ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مواطن يكثر فيها من الدعاء، حري بالمسلم الحرص عليها، منها يوم عرفة، وبالأخص آخر النهار، وبعد صلاة الفجر بمزدلفة حتى يسفر جدا، وبعد رمي الجمرة الأولى، وبعد رمي الجمرة الأولى.